السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وياكم درس جديد من دورة جافا، درس رقم 93 بعد مع الكونستراكتور ميثود. طبعا احنا اخذنا السابق كان هو كونستراكتور اعتيادي جدا، انه انت كيف تعمل الكونستراكتور بدون ان تضيف بها اي arcs او اي parameter. زين اليوم احنا راح ناخذ شنو؟ اليوم راح ناخذ كيف انه احنا نعمل كونستراكتور لكن هذا الكونستراكتور يقبل values قيم. اوكي بعد الامر، عفوا بعد الامر احنا راح نبقي هذا int num string num، هذول الاشياء الاثنين احنا راح نبقيهم موجوده. اوكي شو هو اللي راح نحتاجه؟ خلينا نقول مثلا int num string num. اوكي اذا احنا جاهزين انه نعمل شنو ان شاء الله؟ نعمل constructor. اوكي public محمد. اوكي اول قيمه اللي هو int، ثاني قيمة هو string s. حلو، إذا بالحالة أنا عملت constructor لكن هذا constructor مو فارغ، بين قوسين موجود بها ال init يعني حتى نقدر نستخدم ال num و string s حتى نقدر نستخدم ال name. أوكي في داخل ال constructor شو راح أقول؟ راح أقول إذا أنت اعتبرت أنه ال النم يساوي ال n فارزة منقطة، وأيضا لو تعتبر النيم يساوي ال s في داخلها خلت شنو؟ اثنين variables. أوكي بعد ذلك شو راح أعمل؟ راح أرجع لل main. اوكي راح اعمل محمد، خلينا نعيدها من جديد، محمد name يساوي new محمد بين قوسين. زين لاحظ بالبداية احنا عندنا شنو؟ عندنا محمد name new محمد، هذا الكونست عفوا سوري هنا فارز منقطة. اوكي شوف لاحظ هنا ده يعطيني ايرور، بيقول constructor محمد not defined، هذا constructor not defined. ليش؟ لان هذا constructor يحتوي على قيمتين num والname، لو اجيت وضعت في داخلها بمعنى انه هذا constructor ما ينفع انه انت تعمل شنو without argument، لازم تخلي بها parameter لان احنا اخذنا constructor with parameter. اوكي لو اجي اخلي اول parameter مثلا اقول له 30 سنة مع اسمه انه محمد، الاحظ انه الايرور اختفى مجرد انه طلع لي شيء انه انا ما استخدم هذا الكونستركتور. لو اجي اعمل تنفيذ لهذا الكونستركتور nothing happen. ليش؟ لانه انا ما عندي سيستم اوت بيش راح اطبعه، انا ما طبعته اصلا. وصلت الفكره؟ اوكي اذا انا قدرت انه هذا الكونستركتور اللي انا خلقته ممكن انه اغير القيم في المين، أي بمعنى أنه أنا ممكن أضع هنا الرقم اللي أنا أريده وأضع هنا شنو اسم اللي أنا أريده. أوكي ممكن أعمل واحد آخر مختلف طبعا، يعني أنت بس أعمل copy paste وقول name 2 يساوي لك شنو مثلا، خلينا نقول 29 إلمن لعلي. بالحالة أنا لو أنفذها ما راح يطلع عندي error. ليش؟ لأنه أنا عملت two object مختلفين. يعني أنت فكر مثلا، خلينا نقول أنه أنت عندك، أوكي هذا أيضا مثال آخر، أنه أنت ممكن تستخدم one variable للعمر وتستخدم one string للاسم، لكن من تريد تعمل print ممكن تعرض مختلف الأسماء. هاي هي الفكرة الأوبجكت أورينتد أنا من أعطيت لك إياه. تذكرون من أنا قلت بالدرس السابق إنه أنت فأت الأوبجكت إنه تصنع تيمبلت، هذا التيمبلت يحتوي على مثلا اسم الموظف، عنوان الموظف، رقم هاتف الموظف، البريد الإلكتروني، رقم القسم أو عفوا عنوان القسم. هاي الخمس أشياء مشتركة بكل موظف موجود في داخل الشركة. أنت عندك شركة، أنت المبرمج في الجافا. أوكي فمن يجي المدير يسألك يقولك أنا أريد أعمل داتابيز للموظفين، أنت عندك عوامل مشتركة للبشر، الاسم، العنوان، الاسم هو أكيد كل واحد عنده اسم، عنوان كل واحد عنده عنوان، وظيفة كل واحد عنده وظيفة، قسم كل واحد عنده قسم، أوكي، والراتب كل واحد عنده راتب. إذا هاي الخمس أشياء هي مشتركة، أنا ليش أعمل
هاي الخمس الأشياء المشتركة ليش أعملها لكل موظف؟ ليش معاني أعمل مرة واحدة هاي الفاريابلز اللي هي النيم، العنوان، النيم حيكون هو string variable، العنوان حيكون مثلا string variable، الراتب هو init مثلا أو double ممكن كسري، أوكي، رقم الهاتف أوكي init، عندك مثلا القسم ممكن يكون بها init وممكن يكون بها string. أوكي، إذن هاي الخمسة أشياء هي مشتركة بكل الموظفين. إذن أنا ليش أجي لكل موظف أعمل له function خاص ولكل موظف أجي أعمل له متغير؟ أوكي، أنا ممكن أستخدم هاي الخمسة أستخدم هاي الخمس متغيرات لكل الموظفين، بل حال الكود مالتي راح يكون أقل. لاحظ أنه أنا عن طريق متغيرين أقدر أصنع أكثر من شخص عمره واسمه أيضا. فهاي هي فائدة الكونستركتور، ما تحتاج الى ميثودات كثيرة. يعني انت لما تحتاج انه تعمل ميثود كثير، ما تحتاج انه تعمل كثير اشياء بالكود، لا انت تختصر في هذا الموضوع. اوكي، بالحالة انه انا شي يبقى انه اعمله حتى اعرضه هنا، احتاج الى امر void، احتاج الى function دالة void، ممكن اعمله public void مثلا show. اوكي، هذا public void show راح يحتوي على شنو؟ راح يحتوي على system.out.println بين قوسين. اوكي، اجي هنا اكتب مثلا خلينا نقول employee name زائد مثلا اضع وياها المتغير اللي هو الاسم name. اوكي، طبعا هذا منا تاخذه. اوكي، بعد ذلك اكتب مثلا اعطي space اول مره age is اعطي space واجي اعمل عمليه زائد اخرى اجي اعمل عمليه زائد اخرى واجي اكتب فيها النام او ممكن تغيرها الى age. اوكي، فهنا انا راح اجي احتاج انه استخدم النيم اللي هو اوبجكت انا صنعته دوت. الاحظ انه لازم يطلع لي الشو، هذا هو الشو. بعد ذلك اجي اعمل نيم تو دوت، ايضا استخدم الشو. اوكي، واجي اعمل ران. الاحظ هسه حاليا طلع عندي employee name محمد age 30، employee name علي age 29. فهاي فكرة بسيطة انه انت كيف تستخدم الكونستركتور مع البارامترز. مثل ما كنا فائدة الكونستركتور انه with parameter مع البارامترات ليش تحتاجها؟ انه انت ما تحتاج انه تعمل تمبلتات متعددة، ممكن تمبلت واحد يكفي انه تعملها لجميع الموظفين، اي بمعنى مجموعة خصائص مشتركة لموظفين، مجموعة خصائص مشتركة لسيارات تعمل داتابيس للسيارات، مجموعة خصائص مشتركة لطلاب. ممكن انه انت تعمل مرة واحدة constructor بعد ذلك تدخل فيها جميع الطلاب اللي موجودين على أساس شنو؟ على أساس الحقول اللي أنت توفرها. خلينا نشوف الوقت. أوكي، احنا تجاوزنا الوقت، إن شاء الله نتخوياكم درس آخر، مع السلامة.